السلام عليكم، معكم منتصر من فرد العنب ان شاء الله. غادي الله كبير. ها غادي تلقى واحد الغيط تما كتشري بردي. ماك صريح صريح جدا. صافا ندخل معها هذا هكذا، يقوم هنا يمسح المياه من جوف الارض. ماك طريقة اخرى صغيرة. هادو هما الخطاطة. يلا رجوع بركة. يلا جيت نديرو يرا ديك الرجا. بركة. الرجوع. الطريق الذي أتينا منه هو هذا، راهو سبحان الله المياه موجودة. سوف أذكر اسم هذه المنطقة في اسم هذا الفيديو، لما أتذكر أظن ولاد إبراهيم أو لما أتذكر. إلى المنطقة من فوق، الأماكن التي ذهبنا إليها هي هذه، هما هذا الخطاطر أو انظر هما هذا الأماكن التي كنا فيهم الآن، هما هذا الطريق التي مرينا من فوقها. هي هذه الأماكن. المكان الذي كنا يعني نجلس لكي نمر منه هو هذا، ها هو، ها هي من هنا طريقة الحفر أو البحث عن هذه المياه. الطريق كل مرة يحفرون بئر مثلا حتى يجدوا المياه، من بعد تبقى هذه المياه من الساقية يعني تذهب من بئر إلى بئر، ومن بعد يضعون لها مكان أو مسارات لتوزيعها للسقي أو للشرب. السلام عليكم.